اخر شيء بعمله قبل ما افتح الفحص او اهم شيء انه ما بكون حامل بولي كوبات ولا بدروس ولا بفتح كتاب، بيجي مرتاح. صراحة قبل ما فوت على الفحص دغري فوت على التواليت. بكون عم بدرس عادة وبصلي شوي كثير، انه ما بكون واعي كثير صراحة، بكون برتاح نفسيا، انه ببعد عن الستريس وعن الناس اللي عم تحكي عن الفحص من العزل. عم راجع قد ما في الاشياء اللي مو مخلصيتها. اشتري ماي. بعيد الفحص تبع هذيك السنة، بعيد الرزوميات، كان عامل رزومي وبرجع بضل اقرا هون لقبل ما فوت على الفحص بشدقتين. ننسى كل شيء، فوت كل شيء ببعضه، بطل نتذكر شيء، وفاني انا اللي بتسأل غيري.